عليكم موجز لأهم الأنباء من شوف تي في. حفل خطاب العرش لهذه السنة الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي زوال اليوم الثلاثاء بعدة إشارات إلى أكثر من جهة، وعلى عكس ما قد تذهب إليه بعض القراءات فإن الخطاب لم يكن تتويجا أو مساندة للحكومة الحالية، وإنما تنبيها لها كونها جاءت في وضعية سليمة وإيجابية وما عليها سوى استمرار في تنفيذ المشاريع التي شنتها الحكومات السابقة. ويبدو حسب مصادرنا أن ما يستشف منه تنبيها للحكومة الحالية هو ربما الإحساس بالتقاعس لأبانت عنه حكومة بن كيران في انخراطها في المشاريع الكبرى. تمكنت عناصر الشرطة الولائية بالدار البيضاء من إلقاء القبض على أفراد عصابة متهمين بالسرقة باستخدام العنف والتهديد بالسلاح الأبيض. وأوضح المسؤول عن خلية الاتصال بولاية أمن دار البيضاء اليوم الثلاثاء في صريح للصحافة أن المتهمين اللي كانوا كيستقلوا في كل عملية سيارة مختلفة كانوا كينشطوا خلال الأسابيع الأخيرة على مستوى الجهة بكاملها، بما في ذلك مدينة المحمدية، بحيث اعتدوا على حوالي 17 ضحية. أفادت مصادر مطلعة أن أساتذة التعليم الأولي كيعتزموا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم ثلاثاء 3 شتنبر المقبل على الساعة 10 صباحا، احتجاجا على قرار وزارة التربية الوطنية بعدم سماح لأساتذة التعليم الأولي الاستمرار في العمل بالمؤسسات التعليمية العمومية بعد أن قاموا بعمل هذا العمل منذ 10 سنوات وبأجور زهيدة. تعززت المكتبة الأدبية بإصدار جديد لصاحب صلاح البشير بعنوان مستر بن كران فهمتيني ولا لا، وهو ضمن سلسلة كتابات الجيب فهمت تصدر عن منشورة بهلول. الكتاب من الحجم الصغير ويضم مجموعة من الصور والمقالات التحليلية بلغة تحكمية كتسخر من التحولات السياسية اللي عرفتها بلادنا في الآونة الأخيرة. كتاب يقول عنه صاحبه لا غنى لك عن فهم السياسة في المغرب. في الخبر الرياضي، نشرت المجلة الأرجنتينية برونتو صورة فضائي حياة للنجم ليونيل ميسي هدف برشلونة الإسباني وأفضل لاعب في العالم خلال السنوات الأربعة السابقة، يظهر فيها برفقته عاهرة شقراء أثناء قضاءه لإجازته في لاس فيغاس الأمريكية. ودعت المجلة أن علاقة ميسي بزوجته أنتونيلا وأم ابنه تياغو تمر بأزمة في الفترة الأخيرة بسبب تصرفات غير مسؤولة لميسي، وأنها تقوم بإجراءات قانونية للمطالبة بالطلاق، مشيرة إلى أنه تم التقاط تلك الصورة بعد المباراة الخيرية للعبها ميسي يوم 6 يوليو في شيكاغو، وبعدها سافر نجم الأرجنتيني لحضور حفلة في لاس فيغاس وظل رفقة فتاة الشقراء طوال الليل. نهاية موجزنا لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.